مركز المناخ بوزارة الزراعة أعلن عن بدء تأثر البلاد بمرتفع جوي بارد، هيكون ليه تأثير على محافظات الجمهورية. كمان المرتفع الجوي هيصحبه نشاط للرياح على أغلب المناطق. صحيح، علشان كده في تحذيرات ونصائح للمزارعين لتفادي حدوث أي خسائر أو تلفيات في المحاصيل. تفاصيل أكتر معنا على التليفون الدكتور خالد جاد، وكيل معهد المحاصيل الحقلية بوزارة الزراعة. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير يا استاذ دينا، اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. يمكن احنا دايما بنحذر في الاوقات اللي بيكون فيها ارتفاعات شديده في درجات الحراره، لكن احنا النهارده بنتكلم ان احنا في مرتفع جوي بارد هيكون له تاثير على محافظات الجمهوريه، طبعا ده بيزيد معاها التخوفات الحاليه على المحاصيل. ايه النصايح اللي حضرتك مفترض يتبعها المزارعين علشان يتفادوا اي خسائر او تلفيات؟ هو احنا طبعا الحمد لله حسن الحظ احنا لسه في بدايه زراعه الموسم الشتوي ابتداء من الشهر القادم، في شهر 11 يبدا زراعه المحاصيل الاستراتيجيه، فيعني ان شاء الله هيكون عندنا بالنسبه للمحاصيل الاستراتيجيه مفيش تاثير. باقي المحاصيل احنا طبعا بننصح المزارعين بالانتظام في الري، باعطاء الاسمده بانتظام بحيث ان يكون في توازن في اضافه الاسمده. في عندنا وزاره الزراعه مع الوزير اطلق مبادره معاك في الغيط، دي مبادره بتتم عن طريق وزاره الزراعه مركز المعلومات المرئيه المسموعه في وزاره الزراعه. حدوث اي تاثير نتيجه التغيرات المناخيه والبروده الشديده، لكن واحنا طبعا الحمد لله دلوقتي يعني لسه المحاصيل في مواعيد الزراعه بتاعتها، محاصيل الخضر وغيرها بتكون اقل تاثيرا بالبروده الموجوده. فالنصيحه اللي بقولها لاخواننا المزارعين في هذا الوقت الالتزام بمواعيد الزراعه المناسبه. اتفضل دكتور خالد. الالتزام بميعاد الزراعه المناسب ده بيقي المزارع وبيخليه يتغلب على التاثير بتاع موجات البروده وموجات الحراره اللي ان شاء الله هيعدي منها لو التزم بميعاد الزراعه المناسب. طيب عظيم جدا. دكتور خالد، اتكلمت عن المحاصيل الزراعيه وعن الخضر والفاكهه. السؤال هنا بجانب المحاصيل الموسميه، ايه الحاجات اللي ممكن يعني محاصيل ممكن تتاثر بالموضوع ده؟ هو اهم حاجه عندنا دلوقتي احنا طبعا داخلين على موسم زراعه القمح، وطبعا ده محصول استراتيجي الاول في مصر طبعا، فمن هنا بنقول لاخو المزارعين حاجتين مهمين جدا عشان احنا يعني متوقع ان موسم الشتوى يكون موسم استثنائي السنه دي. ففي حاجتين مهمين جدا لاخو المزارعين، اختار الصنف المناسب طبقا للسياسه الصنفيه للارض بتاعتك. احنا مأزيب ماسك تاني، معلش يا دكتور، محصول القمح ان الزرع في مناطق معينه اصناف معينه. الحاجه الثانيه برضو الميعاد المناسب للزراعه. ميعاد الزراعه المناسب بيعدي الموسم ان شاء الله على خير، لان في مزارعين بيزرعوا مبكر ومزارعين بيأخروا بميعاد الزراعه، ده بيخلي المحصول بتاعه عرضه للتاثير السلبي للمناخ. لكن التزام بالميعاد المناسب للزراعه بيخلي المزارع ان شاء الله او يخلي المحصول بتاعه يكون اكثر قدره على التاقلم ومقاومه الظروف المناخيه. فالنهارده بنصح اخو المزارعين اختيار السياسه الصنفيه الالتزام بيها طبقا لما هو بينصح به من وزاره الزراعه، والحاجه الثانيه برضو التزام بالزراعه المناسب اللي هو بيكون في النص الثاني من شهر نوفمبر. وحضرتك بتقول يا دكتور ان وزاره الزراعه موفره زي طريقه اسلوب ل يعني طريقه ان هي تعرف المزارعين ايه هي مواعيد الزراعه المناسبه لكل محصول، انا فاهم صح؟ طبعا يا فندم، هي وزاره الزراعه طبعا اطلقت مبادره معاك في الغيط، دي مبادره دلوقتي اصبحت مرئيه ومسموعه من الوزاره دلوقتي في جميع مواقع التواصل الاجتماعي، بالاضافه ان في حملات قوميه انتشرت حاليا في مستوى الجمهوريه لعمل ندوات ارشاديه لكبار المزارعين والجهاز الارشادي لتعريفهم بالاصناف الجديده وافضل المعاملات عشان يخش على الموسم الجديد وان شاء الله مع الاستعدادات الجيده، بالاضافه ان في كل قريه مصريه دلوقتي فيها حقل ارشادي نموذجي بيتم عمل فيه نموذج جيد للمزارعين ويعمل فيه ندوات ولقاءات بالمزارعين لتعريفهم بالاصناف الجديده، لان طبعا احنا داخلين على موسم شتوي زي ما قلنا ممكن يكون حد شويه، فان شاء الله هتكون مع الانتشار للفرق البحثيه على مستوى الجمهوريه وعندنا مركز ارشاديه اكثر من 200 مركز ارشادي بتعمل دلوقتي على مستوى الجمهوريه. فاحنا دلوقتي الوزاره على قدم وساق دلوقتي استعداد الموسم الشتوي وان شاء الله يعدي على خير يعني. ان شاء الله. طيب زي ما قلنا ان احنا بنقدم نصايح لبعض الزراعات والمحاصيل اللي احنا ما نقدرش نزرعها في الفتره دي، ايه المحاصيل اللي نستغل الجو ده ونقدر ان احنا نزرعها؟ لا هو الجو طبعا زي ما احنا عارفين هو بيكون ثابت، الموجات بتكون يعني متغيره. احنا في مواعيد للزراعه
يعني غالبيه المحاصيل الشتويه بتزرع تتم الشهر القادم ان شاء الله من شهر 11. في محاصيل اخرى تم زراعتها اللي هي زي محاصيل البرسيم وبعض محاصيل اخرى دي خلاص اتزرعت ومش هيكون في تاثير للظروف المناخيه عليها. اخو مزارعي طبعا الفاكهه والخضار بيكون طبعا هو البروده الموجوده او الموجه ديت هيكون تاثيرها عليها بسيط جدا، مش هيكون التاثير اللي يعني اللي ياثر على الزراعات الموجوده. فاحنا بس دلوقتي في المرحله ديت لسه الحمد لله احنا في بين موسمين صيف وشتوي، فاحنا لسه ان شاء الله التاثير مش هيكون له تاثير حاليا، لكن اهم حاجه زي ما قلنا الالتزام بمواعيد الزراعه المناسبه. طيب بالنسبه كمان لاليه استخدام المبيدات والاسمده، وده مع بدايه الزراعه يمكن حضرتك تقول العروه الجديده فيها حاجات هتبدا زراعتها في شهر 11 في نوفمبر. تمام يا فندم. هو المبيدات مبادره معاك في الغيط حاليا اللي هي بتتلقى وزاره الزراعه بيكون فيها توصيه بالمعدلات المناسبه وقل استخدام المبيدات عشان طبعا التاثير السلبي بتاعها على البيئه وعلى الانسان، فاحنا بيكون النصايح بالمبيد المناسب بالجرعات المناسبه. هي المبادره معاك في الغيط دلوقتي اطلقتها الوزاره بتكون شامله كل حاجه حتى معدل المبيدات، اسم المبيد، مواعيد اضافته. فطبعا احنا لسه برضه مرحله المبيدات خالص، المبيدات بتبدا في يعني بعد النبات ما يحصل فيه لا قدر الله اصابه ولا حاجه بيتم التوصيه بالمبيد المناسب. في الفتره الاولى بيكون في اضافه مبيدات الحشائش مع التوصيه بتاعتنا، بيكون ان المعاملات الحديثه من الزراعه سواء زراعه المصاطب في القمح او باقي المحاصيل بتقي المزارع وجود حشائش، وبالتالي مش يحتاج مبيدات ان هو يرشها عشان يقاوم الحشائش دي. بتقام يدويا بالطريقه ديت اذا ظهر اساسا يعني. مشكوره شكرا جزيلا دكتور خالد جاد وكيل معهد المحاصيل الحقليه بوزاره الزراعه، بشكرك شكرا جزيلا.